نبدأ أولى فقراتنا لليوم. المسيح قام، حقا قام، بأيام عم نواجه فيها ويواجه العالم اليوم وباء فيروس كورونا المستجد اللي أنهك جسد الألوف من الناس. نحن اليوم بحاجة إلى نور الطمأنينة والسلام ليملأ قلوبنا، هو نور القيامة المجيدة، قيامة يسوع المسيح. تحتفل الطوائف المسيحية اليوم التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المبارك، أيام مباركة يا رب تحل فيها الطمأنينة بقلوب العالم أجمع، مع صلوات المؤمنين ودعواتهم اللي علت من منازلهم بقلوب عم بتناجي الرب تعالي، تعال فيها صوت ليرفع هذا البلاء عن سوريا وعن العالم بأسره. لنحكي اليوم عن الفصح بدلالاته وقيمته. معنا الأب دانيال نعمة، كاهن رعية عربين وكاهن كنيسة الصليب المقدس ومدير مدرسة الآسية. يسعد صباحك أبونا المسيح قام. صباح نور، المسيح قام حقا قام، ينعاد عليكم. المسيح قام ينعاد عليك أبونا، وأنتم بألف خير ويخليكم. أهلا وسهلا فيك. يعني للأسف سنوات صعبة مرقت على سوريا، ولكن السنة بالتحديد خفنا على الناس وخفنا على حالنا، فاقتصرت الصلوات من الكنائس فقط. حتى الشعور بالألم كان مرافق رجال الدين يعني هي السنة، مثل ما لمسنا على أرض الواقع. خلينا نحكي السنة الصلوات أنه هي اقتصرت فقط على رجال الدين، قديش كان فيها غصة وكانت صعبة؟ كان فيها صعوبة أكيد، يعني ظرف السنة كان استثنائي الحقيقة. تعرف الخدم قديش هي دائما بتكون تجاوب بين الكهنة والشعب، بقى قديش حلوة تكون الكاهن مثلا يقول بالكنيسة المسيح قام، ترد عليه الكنيسة كلها حقا قام. بلا شك كانت سنة شوي صعبة علينا ككهنة أكيد، وصعبة على العالم، على المؤمنين. اضطروا يتابعوا الصلوات من بيوتهم أكيد. بالفترة الأولى كانت ردة فعل كتير صعبة، بس الحمد لله الناس قدرت شوي شوي تتقبل، لأنه الوقت بده شوية حكمة وبده شوية وعي أكيد. وسلامة الناس مثل ما ربنا بيقول أنه جئت لتكون لهم الحياة أفضل، بقى واجبنا نحافظ على أفضل أنواع الحياة بكل أشكالها. عشان هيك كان الحرص مطلوب واتباع التعليمات مطلوب، وهذا الشيء نشكر الله الناس تجاوبت فيه والتزمت فيه. وبالتالي كانت الكنائس مقتصرة بالصلوات على الآباء الكهنة فقط اللي قاموا بالخدم كلها، والناس تابعتهم من البيوتة، وقدروا إن شاء الله يكونوا قدروا وصلوا شيء من تعزية العيد وفرح العيد لهالمؤمنين اللي هن موجودين ببيوتهم اليوم بهالظرف هذا. أكيد أبونا، يعني ونحن عم نحكي مع حضرتك عم نتابع طبعا على الشاشة الصلوات من كاتدرائية مارجوس. يعني نحن اليوم دائما بنقول يا رب يكون على رجاء قيامة سوريا، اليوم عم نقول يا رب يكون على رجاء قيامة العالم كله. الحقيقة هذا الوباء وحد يمكن الإنسانية عند الناس، وصرنا بحاجة أكثر لندخل لمعاني الفصح المبارك اليوم. صحيح. لما بنقول القيامة ومن بعد البعث، خلينا نحكي عن جوهر القيامة والعذاب اللي حتى وصلنا بالنهاية للنور. صحيح. الحقيقة عيد القيامة مثل ما بنعرف هو عيد عظم محبة الله للإنسان، يعني الله اللي هو كله محبة وخلق الإنسان ليشاركه هاي المحبة، هاي تألم لبعد الإنسان، لسقوط الإنسان، لخطيئة الإنسان، للطريق اللي تسكر إلى ملكوت السماوات على الإنسان. فما كان منه أو من عظم محبته إلا أنه هو أن يفدي الإنسان ويعيد فتح الطريق إلى ملكوت السماوات. إذن الفكرة كلها محورها هي محبة الله للإنسان وتكريم الله للإنسان اللي هو أعظم هاي الخلائق. عشان هيك إجا عيد الفصح، إجا الفداء يلي سبقه صلب وموت ومن ثم القيامة. إذن الإنسان المؤمن اللي بعيد للقيامة هو إنسان بيعرف أنه محبة الله هي الغالبة، الحياة هي الغالبة، أن الله خلق الإنسان للحياة وليس للموت. عشان هيك كل شيء مدعوه للحياة. بلا شك هالظروف يلي مرت بهالفترة هاي عاد الإنسان لذاته، أو سمح الحقيقة الإنسان أنه يعود لذاته ويمارس الطقوس أكثر. بتذكر أني قريت من فترة رسم كاريكاتور الله والشيطان، بيقول الشيطان لله شفت شو قدرت أعمل، سكرت لك الكنائس. بيقوم بجاوبه الله شفت شو قدرت أعمل، حولت البيوت كلها لكنائس. بقى وعي الشعب يلي كان وتمسكوا بفرح العيد وبمعنى العيد وبالقيامة اللي هي الانتصار دائما على كل شر، على كل مرض، على كل ضعف، عطت الإنسان هو القوة أنه يعيش القيامة. هيك الإنسان المؤمن بيشوف. صحيح. الإنسان المؤمن قادر أنه يحول أي فرصة، أي ضغط،
أي ظروف صعبة لدرس يقربه من الله. بيقول له مستعد قلبي يا الله، مو لأنه ما في مشاكل أو ما في صعوبات، الصعوبات موجودة دائما. نحن كبشر في حياتنا صعوبات، في أمراض، في ضعف، في زعل، ولكن الإنسان المؤمن اللي بيقول أنا حاضر، هي فرصة جديدة لحتى أقرب من الله أكثر. نعم. ويمكن بتصور كثير من شعبنا بهالظروف هي قدر هيك يفكر وهيك يعيش، ويقدر يعيش إيمانه وصلاته وقيامته وفرحه بهالقيامة بهالظروف الصعبة اللي مثل ما تفضلت يعني يعيشها العالم كله، لحتى يتأمل قيامة للعالم، خلاص للعالم، الإنسان ككل يعيش القيامة وهو بحاجة لعيش القيامة. نعم. وإن شاء الله بلدنا بيعيش القيامة كمان من بين كل البلدان إن شاء الله يا رب. ودائما بنقول بعد الصلب والعذاب دائما في قيامة، وهذا رجائنا الدائم وإيماننا الدائم. بدي أرجع عيد، نحن الآن عم نتابع في نافذة الصلوات من كاتدرائية مار جرجوس للسريان الأرثوذكس. طبعا الصلوات فقط تقتصر على رجال الدين. صلوات عيد الفصح، بالأمس تابعنا صلاة الهجمة وعيد الفصح من كنيسة الصليب وأيضا من الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس، والآن من كنيسة مار جرجوس للسريان الأرثوذكس. وبدنا نتابع مع أبونا دانيال، بدنا نتابع الحديث معك. كثير من المؤمنين عاشوا مرحلة الصوم، وخاصة يمكن كبار السن، لامستهم على أرض الواقع أنا من خلال تجوالي، كان في عندهم غصة أنه أنا بدي أتناول لأنه بدي أفطر. فاليوم كيف استوعبتوا الناس أو كيف وجهتوا هي الرسالة إلى الناس، وخاصة أنه ما في انحرموا السنة من سر المناولة، كيف حكيناهم، كيف خليناهم يمكن يفطروا بدون مناولة؟ أكيد الحقيقة هالشيء نقطة كتير حساسة، لأن يعني بتعرفي الإيمان المسيحي هو ليس إيمان نظري، هو ليس فكر، إنما هو حياة، يعني هو بينعكس بحياة المؤمنين. نحن ماشي من فكره وإنما ماشي من عيشه. من هون كيف بيعيش المؤمنين إيمانهم، هذا الشيء اللي كان شوي فيه اختلاف أو فرق السنة. هلا مشكورة الكنيسة والمجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، اللي كان عنده دائما هالبيانات التوضيحية للشعب المؤمن، واللي كانت تحمل بعض كلمات التعزية، أنه صح ربنا رايد أنه هن يعيشوا هذا إيمانهم، ورايد يتناولوا، ورايد يعيشوا ملء فرحة القيامة، ولكن الظروف تفرض شيء من الترتيب الحقيقة. فكله إن شاء الله بيترتب بخطوات مناسبة بترتبها الكنيسة بظروف مناسبة. المهم أولا وأخيرا واجبنا أن نحافظ على سلامة الإنسان، هذا شيء كتير ضروري، وهذا شيء ربنا كمان بيريده وربنا بيباركه. بقى إن شاء الله الخطوات الترتيبية اللي حتقوم فيها الكنيسة تعود المؤمنين شوي عن شيء اللي راحوا من الصلوات المناولة، لح يكون شيء معزي وشيء مفرح. ومثل ما حدد المجمع المقدس يوم 27 أيار هو يوم الاحتفال بعيد الفصح، إن شاء الله المؤمنين حيكونوا موجودين بالكنائس إن شاء الله يا رب، إذا كانت الظروف بتسمح، ويرجعوا يعيشوا كل طقوسهم مع المناولة مع فرحة كل التعييد إن شاء الله إذا الله راد. إن شاء الله يا رب. يعني أبونا نحن كمان خلال هاي الأيام الحقيقة كانت الكنائس كلها عبر حتى البث المباشر على الانترنت الصلوات للناس يقدروا يشاركوا بالصلاة من بيوتهم. مبارح كمان كنا عم نتابع على القنوات التلفزيون من الكنيسة المهد، أيضا فيض النور كان عم ينتشر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر. هذا الطقس اللي يمكن الناس كلها بتنتظر خلف الشاشات، المؤمنين هناك بيكونوا موجودين ليأخذوا شعلة النور، ولكن كنا عم نشوفها من بيوتنا، كانت الشموع عم بتقيد بكل الأماكن. هي حالة صعبة، ولكن دائما المؤمن بيختبر إيمانه بيختبر إيمانه بالصعاب. يمكن حدث القيامة بحد ذاته هو أكبر اختبار للمؤمن بإيمانه. رح نكمل حديثنا ونعرف أكثر هاي الرموز، ولكن ننتقل لنتابع أيضا وقائع الصلوات يلي عم ننقلها مباشر من كاتدرائية مار جرجوس للثريان الأرثوذكس. خلينا نتابع ونرجع لكفي بعد حديثنا. شمابه وبرو روحه قديشه حضاله شريره أمين. أحي حسايو معالايو كهني رحيمي شمشوني مشمشنيوثو عامو سريويو مبرخد ببريثو كولا أشلي حين قد شاميعي لما شري
إيميل ثودا نيشي حتى فطرسوش لي حوينا قادة زيوح زيلي بعيني دو قورو كالي خليو ميدا مروى بنفسي ذي مومي تاوي أي كويو يا فطرس وسوز مرلوخ بريثو كولا من كرو نعم يعني كنا عم نتابع عليها الصلوات من الكنائس واكيد رح يكون معنا خلال هي الحلقه الخاصه عده رسائل وخاصه من جميع انحاء سوريا. يعني بالامس واليوم هي صلوات عيد الفصح، طبعا مثل ما تابعنا القداس بقياده البترك مار افرام كريم الثاني بترك السريان الارثوذكس من كنيسه او من كاتدرائيه مار جورجوس للسريان الارثوذكس في بابتوما. وهلا اكيد بدنا نرجع بحديثنا وبدنا نرجع للفكره يلي كانت عم تحكي فيها سلمى قبل المرور. كنا عم نقول دائما انه سر الايمان بيكون بالازمات وبالصعاب، ودائما المؤمن بيختبر حقيقه ايمانه لما بتمر في صعوبه، ومنا يمكن هو السر الاساسي للرجاء. صحيح. يعني يمكن الرجاء هو الخطوه الاولى بالايمان، نحن بنبدأ من الرجاء لحتى نرجع مثل ما بيقولوا لورا بالدرب. خلينا نحكي عن هذا السر أبونا. بيقولوا كما يمتحن الذهب بالنار هكذا كمان يمتحن إيمان الإنسان بوقت الضيق بوقت الشدة، وهذا شيء ملفت للنظر أن تكون الأحوال طبيعية وهادية والأمور كلها منيحة ورواء، هذا الإيمان طبيعي أنه يكون يعيش ظروفه الطبيعية، ولكن وقت الشدة وقت الوضع الغير طبيعي بيظهر الإيمان الحقيقي للحقيقة. من فترة كنت عم بكتب تأمل للشبيبة بالكنيسة، قالوا لي شو بدك تحكي لنا بهالظروف مع هالوضع وكذا. قلت لهم تذكرت قول بولس الرسول افرحوا بالرب كل حين. أبونا بهالوقت وبهالظروف وبهالمرض وبهالصعوبات وافرحوا بالرب كل حين كيف بدها تزبط؟ لأنه لو تعرفوا الظروف يلي قال فيها بولس الرسول كلماته افرحوا بالرب كل حين، كان بالسجن تحت الاضطهاد تحت العذاب الروماني في ضيقة هو وحوله، ولكن قدر وهو بقلب السجن مع الأشخاص اللي حوله أنه يعيشوا فعلا فرح الإيمان والتعزية والرجاء من ربنا، لحتى قدر يوصل للفرح الحقيقي ويقول من قلب السجن من قلب العذاب وتحت الجلد يقول للعالم ويكتب برسالته افرحوا بالرب كل حين. للحقيقة هون مثل ما تفضلتي رجاء المؤمن أنه يحول كل درس بيصير معه فرصة تقربوا لله أكثر. ظروف صعبة؟ نعم. صلينا لحالنا بالبيت؟ نعم. شيء غير طبيعي غير معتادين عليه؟ نعم. ولكن هذا ما لازم يحملنا، ما لازم يحرمنا الفرح، ما لازم يحرمنا الرجاء، ما لازم يضعف شيء من إيماننا، لأنه مثل ما سمعنا كمان بتقرير أبونا أليكسي تحولت البيوت إلى كنائس. المذبح الحقيقي والهيكل الحقيقي لله هو قلب الإنسان، قلوبنا هي المذبح هي الهيكل اللي الله بيسكن فيها، وهذا القلب واجبنا أنه نحضره دائما. يمكن الظروف الخارجية بتتغير وفي ناس قادرين يغيروها كتير، ولكن قلبنا فكرنا وعقلنا هو ملكنا نحن، ما في شيء بيأثر عليه. إذا نحن مكرسينه لله محضرين لله فهو لله ما لح يتغير. عشان هيك نعم رجاء الإيمان لازم يكون حاضر وبقوة بهالظروف الصعبة. نعم أبونا خلينا نكفي بنفس السياق، شفنا كثير على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات بالعيد بقلب البيوت، تزيين بيض العيد وتزيين البيوت، يعني ما كان في حداد على العيد ولكن كان في احتفال أكثر، التمت العيلة أكثر، يمكن كثير من الأزواج ما اجتمعوا مثل ما اجتمعوا. يعني خلينا نتطلع على هالظرف بطريقة إيجابية. خلينا نحكي عن رموز العيد وتجسيدها وتقديسها وأيضا تنفيذها على أرض الواقع، يعني حتى لو في ظروف صعبة ما لازم نحرم الأولاد الصغار يمكن من تلوين البيض، حتى من الطقوس اللي نحن يعني محافظين عليها ومتوارثينها أنه نحن ننفذها على أرض الواقع. أكيد. هلا شيء الملفت للنظر، نحن بالعيد بالصلوات مثلا ما منقول ما منعيد لحدث حدث من 2000 سنة أو أكثر، يعني نحن ما منتذكر العيد، نحن منعيش العيد. عشان هيك نقول اليوم علق على خشبة، اليوم يوم القيامة، يعني تأوين الحدث
نعيشه هلا. بالتالي وقت نحتفل بالقيامه احنا ما عم نتذكر حدث صار من 2000 سنه، احنا عم نعيش القيامه اليوم لننقلها لواقعنا، لواقعنا الحياتي المعيشي. مشان هيك لازم البيوت اكيد تحافظ عليها وتعيش هالطقوس، لانه هي حياه المسيحية، حياة بكل تفاصيلها. حاولت العيال أصلا معنى القيامة لا يتطابق مع مفهوم الانهزام أو الحزن أو الزعل، بالعكس القيامة هي فرح، هي انتصار. بالتالي الناس عاشوا القيامة حتى بقلب البيت، عاشوا هالطقوس كلها وهالاحتفالات كلها. الأطفال مثل ما تفضلتي عبرت بطريقتها، حتى بالشعنينة شعلوا حتى شعلوا شمعات. للحقيقة هالظرف يعني وفر فرصة لكتير بيوت. أنا شوي عم تابع نشاطات بعض الكنائس والشبيبة، مثلا صاروا يبعثوا نوع من المواهب سواء كان في الصلوات في الترتيل او في مطالعه كتاب مقدس، ويعملوا هالقصة التحدي والمسابقات. يعني قصدي اقول ان احنا قادرين نحول اي ظرف لحتى نعيشه بكامله وما يبعدنا عن الله. اي الم فينا نحوله امل. تمام، نحوله لامل. حتى شفنا المبادرات الشبابيه وكيف كلنا حسينا ببعض، حتى تقديم السلال الغذائيه والمعايدات. صحيح. من الشباب والصبايا. صحيح. يعني ما بدنا نضل نحن نحكي بالسواد، ولكن في شيء ابيض بقلوب شبابنا والصبايا. يعني بالكاتدرائيه المريميه يوم الاحد الماضي لمسنا الكشاف، كانوا عم يوزعوا شموع على البيوت للاولاد الصغار، وايضا المبادرات ما توقفت بأيام العيد من تقديم معايدات. تمام. وسلال غذائية إلى الأهالي. صحيح. هذا الشيء بيعكس قديش الإيمان هو ما هو شيء نظري. صحيح. عن شعبنا هو حي. حي هو بيعيش، بيعيش إيمانه. للحقيقة فعلا في كتير مبادرات هي طلعت ببادرة شخصية من أشخاص من 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 هيئات يمكن خاصة أو عامة، لحتى قالت إنه الاحتفال هو مشاركة. وهيك بيكتمل العيد. لأنه دائما بنقول أي حدث إلهي يحتاج إلى جهدين، إلى يدين، يد الله ويد الإنسان. الله أتم العمل الإلهي تبعه، وصل بالآخير. ما أعظم درجة في المحبة بذل الذات، بذل نفسه على الصليب من أجل الإنسان، ولكن بقي وتحقق الخط العمودي في الصليب، بقي هلأ الخط الأفقي يلي بيربط الإنسان بالإنسان عن طريق عمل الخير اللي قدر يعيشه الناس بهالوقت. شكرا كثير لك أبونا. والمسيح قام. المسيح قام. شكرا لكم. بنعايد الإخبارية، بنعايد وطننا وقائدنا، بعايد الرعاية اللي أنا مسؤول عنها. شكرا لكم. إن شاء الله أعياد مباركة دائما. شكرا كثير الأب دانيال نعمة، كاهن رعية عربين وكاهن كنيسة الصليب المقدس ومدير مدرسة الآسية. كمان بدنا نعايد على طلابك يلي عم يحضرونا هلا واكيد عم يتابعوك. بدنا نقول لهم المسيح قام حقا قام. فصح مجيد عليك وعائلتك ابونا. شكرا كثير لك.